وللتعليق على هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك سيد إلياس معنا في نشرة الثالثة. نعم سيد إلياس، طبعا صحيفة جورنال وول ستريت ذكرت أن هناك صفقة مشبوهة تحقق فيها الولايات المتحدة وطرابلس بين حفتر وفنزويلا، ما تداعيات هذا الخبر؟ نعم، الآن نتيجة الانهزامات الآن المتتالية لتنظيم الكرم الإرهابي بزعامة حفتر بدأت تطفح على السطح الجرائم التي ترتكب من قبل هذا التنظيم، وأيضا بالتنسيق مع دول أجنبية، وخاصة الآن الإمارات تلعب دور كبير في عمليات السطو والسرقة إلى جانب القتل وأيضا العمليات الاستخباراتية التي عادت الأرض فسادا سواء كان في خارج المنطقة العربية ووصولا إلى دولة ليبيا. وهذا يعطينا مؤشر بأن هناك بعض الجرائم وهي إلى حد الآن لم تظهر إلى العيان، وخير دليل اليوم على تصريح وول ستريت فيما يتعلق بالذهب التي تم تهريبه عن طريق فنزويلا، وهذا مؤشر خطير بأن حفتر وأيضا تنظيمه يسعى إلى كسب الأموال بطرق غير شرعية نتيجة أيضا حصته على البنك المركزي فرع بنغازي عندما قاموا بعملية خسيسة لطفح المياه الصرف الصحي على البنك للاستيلاء على الأموال في السابق. وفي نفس الوقت أيضا نستغرب عدم التحقيق في هذا الجانب، هنا أقصد بالتحقيق الدولي لمثل هذه العملية الإجرامية الكبيرة في عملية سطو على أموال الدولة الليبية. واليوم يطفح عن بعملية تهريب الذهب الليبي، والآن نجد أن هناك العديد من المليارات الدولارات سواء كان من النقد أو من الذهب الخالص التي تعود ملكيتها إلى الدولة الليبية، قام العقيد القذافي في السابق بتهريبها إلى بعض الدول وخاصة جنوب أفريقيا. نعم. والآن تطالب الحكومة الليبية بعودة الأموال المجمدة وأيضا الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الدول والحكومات التي تعمل على استغلالها بطرق غير شرعية في استثماراتها في داخل بنوكها المحلية. برأيك أستاذ إلياس، هل تظن أن الإمارات يعني ضالعة في هذه الصفقة المشبوهة، وخصوصا أنها يعني أو خصوصا أن الصحيفة ذكرت أن حفتر أراد أن يودع الذهب في خزائن سويسرا والإمارات؟ نعم زياد، أن أين حل الفساد تكون هناك الإمارات بطبيعة الحال. الإمارات لعبت دور كبير جدا في عملية الجريمة المنظمة، وهنا الجريمة المنظمة تعني تأخذ شقين، الشق الأول استخدام واستغلال بعض المجرمين التي تم إطلاقهم سراحهم قبل القذافي أثناء 2011، تم تجنيدهم وأيضا لتنظيمهم بشكل منظم للفساد والسرقة وأيضا لعمليات التخريب، وفي نفس الوقت عمليات الخطف الذي شاهدناها طيلة الأربع خمس سنوات الماضية. نعم. والشق الثاني أيضا فيما يتعلق بالجريمة المنظمة في سرقة الأموال الليبية سواء كانت عن طريق شراء العملة المحلية أو العملة الصعبة واستنزافها من السوق المحلي حتى يحدث نوع من التضخم وأيضا الركود داخل السوق الليبي، وفي نفس الوقت معاناة المواطن الليبي أو محاصرة الشعب الليبي لانقضاضه على الحكومة، وفي نفس الوقت أيضا لظهور الاستياء الشعبي ضد الحكومات المتعاقبة عقب 2011. هذا يعطيك مؤشر بأن دولة الإمارات تلعب دور كبير جدا في عمليات الإجرامية على كافة الأصعدة سواء كانت من خلال الجريمة المنظمة أو من خلال السطو المباشر من قبل زراعة العملاء وعلى رأسهم خليفة حفتر عندما تعمل على سرقة الأموال والذهب الليبي في كل مكان في البقعة في ليبيا، وهذا واضح عندما دخلت الإمارات في سواء كان في اليمن أو في الجنوب السوداني وأيضا ما لحق بالشعب الصومالي. ها هنا نلاحظ الإجرام التي تقوم بها دولة الإمارات. وهناك أيضا نقطة هامة ينبغي الآن على المشاهد الليبي والمشاهد المراقب الآن الأزمة الليبية، هناك الإمارات تلعب دور خسيس جدا وهو
وهي نشر المخدرات لدى الشباب الليبي، وهذا أكبر سلاح وأخطر سلاح تستخدمه الإمارات ضد الشعب الليبي. فشلت من ناحية سرقة الأموال، فشلت من ناحية العسكرية، والآن تريد تدمير البنية الأساسية للمجتمع الليبي المتمثلة في الشباب، وتقوم بدعم، أي بمعنى هناك سلعة المخدرات سلعة مدعومة، بمعنى يعني سعر الحبة الآن تصل إلى 5 إلى 10 دينار، تبيعها للأفراد أو للشباب بدينار واحد. نعم. وهذا تعمل على تخريب الشباب وحرب شنيعة. نعم. في كافة الأسعار، تساهم في نشر الفساد. طيب. نعم. سيد الياس، والشيء بالشيء يذكر، بالإضافة إلى عمليات السطو وسرقة الأموال وتهريبها في الشرق، كذلك هناك أمر لابد من الحديث عنه، وهو موضوع الاختفاء القسري والخطف الموجود في الشرق الليبي. وقد ذكرنا من ضمن أخبارنا كذلك أن هناك الحاجة مقبولة الحاسي قد خطفت وخرجت قبيلة الحاسة في وقفة احتجاجية المطالبة بإطلاق سراح. يعني أين المنظمات حقوق الإنسان وأين مجلس الأمن من هذه العمليات التي تحدث ربما نعلم منها والكثير لا نعلمه؟ هل تعلم زياد أن بداية الأزمة الليبية في منتصف 2013 قامت هناك فرق استخباراتية مزروعة في المنطقة الشرقية نتيجة تنسيق مع المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية بقيادة محمد دحلان الفلسطيني بزرع الإرهاب في المنطقة الشرقية؟ زرعوا القاعدة، زرعوا تنظيم داعش، ثم قاموا بعمليات الاغتيال من كلا الأطراف أو من جميع الأطراف، وأصبحت الأمور تختلط الأوراق بالليبي بين قوسين، خشط بعضها يعني سمحني في هذه العبارة. نعم. وبدأ الأطراف كل منهم يتهم الطرف الآخر، وهذه الأعمال بتدبير من دولة الإمارات. وهنا بدأت الإقناع الشعب الليبي في المنطقة الشرقية بأن هناك إرهاب، هناك خطف، هناك جريمة، وهناك سطو، وهناك اختفاء قسري كما ذكرت الآن. نعم. وهذا كله بفعل فاعل لإقناع العالم وإقناع أهلنا في الشرق الليبي بأن هناك إرهاب. جهزوا الأرضية للمنقد الزعيم الملهم خليفة حفتر، وبالفعل ظهر في 2014 عبر الشاشة العربية العبرية، يعني ليسوق للناس أنه هو الذي ينقذ الناس والذي هو الذي يقضي على هذه الـ العمليات اللي هي خارج نطاق القانون. نعم. هذه العملية الآن السيدة مقبولة. نعم. تعتبر رسالة إلى أهلنا في الشرق الليبي بأن هناك فعلا أحسوا بأن هناك زعزعة في عملية عدم الاستقرار وعدم الرضا بالقائد الملهم حفتر. نعم. وبدأ يجددون هذه العملية حتى يهموا أهلنا في المنطقة الشرقية بأن حفتر يجب أن يكون في الصورة، ويجب أن يكون على قمة الهرم ما يسمى بالقيادة العامة للقوات العربية المسلحة. وهنا هذا مؤشر، وفي نفس الوقت بشكلها إيجابي، ينبغي الآن أهلنا في المنطقة الشرقية ينبغي أن ينتفضوا، أهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب ينتظروا أهلنا في الشرق للانقضاض وأيضا للتعبير عن رأيهم وللخروج عن هذا التنظيم الإرهابي الذي سرق وقتل وهجر الشعب الليبي ولم يحترم سواء كان صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو طفلة. وبهذا ينبغي الآن على أهلنا في المنطقة الشرقية أن ينقضوا وأن ينتفضوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للالتحاق بالركب في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية حتى المضي قدما نحو تكوين دولة مدنية ديمقراطية. نعم. والتداول السلمي على السلطة. نعم. سيد الياس، ما دمنا ذكرنا عمليات الاختطاف القسري والخطف، لا ننسى ذكر النائب سهام سرقيوة. يعني نعم. الآن الملف لم يقفل. نعم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، يعني وميليشيات حفتر هي التي فعلت هذا الفعل وتتنصل من هذا الفعل. وبالمقابل نجد هناك صمت مقيت من قبل المجتمع الدولي. نعم. وأيضا هناك اجتماع بالأمس لمجلس الأمن أشاروا إلى السيدة النائبة سرقيوة، ولكن ينبغي أن يكون هناك ردة فعل قوية، ويجب أن يكون للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالجبار الطرف الآخر ما مصير السيدة سرقيوة. هل قتلت؟ هل هي موجودة؟ وبالتالي ينبغي الآن على المجتمع الدولي أن يتحرك نحو إفراج على السيدة سرقيوة التي تمثل أولا امرأة، ثانيا
امرأة في مجتمع شرقي محافظ وفي نفس الوقت تعتبر نائبة ولها حسانة دبلوماسية يجب أن تحترم، وبالتالي هذه كل هذه المعايير وهذه القيم التي انتهكها حفتر ولم يحترمها ولم يحترم حتى طبيعة المجتمع الشرقي المتمثل في المنطقة الشرقية، أهلنا في بنغازي المحافظة وفي نفس الوقت التي تعطي للمرأة الليبية قدسية خاصة وذات طبيعة خاصة، لم يحترم حفتر هذا، تنظيمه الإرهابي لم يحترم العادات والتقاليد المجتمع الليبي، كيف تختفي مرأة على مرأة ومسمع من العالم؟ وإلى هذه اللحظة الآن قرابة تقريبا كم شهر لم يحضرني الرقم وهي مختفية عن دار العالم. هنا ينبغي أكثر حوالي أكثر من سنة الآن تقريبا، هذه رسالة واضحة لأهلنا في الشرق أن ينتفضوا، حان الوقت للخروج في الميادين سلما نحو إسقاط خليفة حفتر العميل التي عاتى في الأرض فسادا. نعم سيد الياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هنا في الأستوديو في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. شكرا زياد. نعم.